السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. النهارده جاي لكم فيديو جديد مقعدكم يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ باذن الله هناخد جوله في شارع اسكندريه اللي في مرسى مطروح. زي ما احنا شايفين كده، دي بدايته من عند مستشفى مطروح العام. وهناخد باذن الله جوله. يا ريت ما ننساش اللايك والشير واشتراك في القناه ومفعل زر الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد. واكتبوا لنا تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لا، وايه اكتر فيديوهات اللي بتحبوها، وحابين فيديوهات عن ايه تاني. بس كده يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. نزلنا الصبح بدري للاسف، ما كنتش عارفه ان الصبح بدري الدنيا بتكون مقفله كده، لسه الناس ما صحيوش بسبب طبعا ان هم بيسهروا طول الليل. بالاضافه اننا في شهر 10 حاليا طبعا، وزي ما انتم عارفين ان المصيف خلاص خلص والدنيا بقت هاديه ورايقه، وما بقاش يعني المصيفين او الناس اللي بتبقى موجوده كتير تعمل زحمه او كده ما بقتش موجوده، فنحس ان الشارع الى حد ما فاضي. بدانا الشارع كده زي ما شفنا من عند المستشفى العام، وان شاء الله نهايته هناخده لحد نهايته يعني لحد الشاشه. من الميزات المهمه جدا والحلوه جدا ان محطه القطر قريبه هنا في شارع اسكندريه، وده معناه ان اي حد ممكن يعني هينزل في وسط البلد على طول، اي حد بالقطر من اي مكان ان شاء الله ينزل في شارع اسكندريه على طول محطه القطر. بس طبعا القطر بيكون ليه مواعيد، يا اما الساعه 7 الصبح يا اما الساعه 9 بالليل، فتكونوا متاكدين الاول وتيجوا من بدري وتعرفوا المواعيد علشان يعني ما يفوتكوش، لان هم قطرين اتنين بس. وكذلك الرجعه ممكن تكون من خلال برضو القطر ان شاء الله. نقطه مهمه بقى يمكن اللي ينزل مطروح يغفل عنها، يعني انا عن نفسي ما كنتش عارفاها، ان في شارع اسكندريه يعني على شمالنا اول تاني تالت شارع شمال هتلاقوه اخره في موقف. الموقف ده نقدر ان احنا ناخد منه عربيات كده حمراء، ميكروباصات او اتوبيسات تقريبا. المهم الحاجات دي يعني مش عارفه اسمها ايه بالظبط، انا شفتها ان شاء الله احاول اصورها لكم. تاخدوها تروحوا بيها بقى الشواطئ اللي هي بتكون بقى بعيده، اللي هي كليوباترا وشاطئ الابيض وكل الشواطئ التانية اللي هي بقى الكورنيش الجديد وعجيبه والكلام ده كله. ولكن طبعا بيكون ليهم مواعيد معينه بيطلعوا فيها، فلازم حد يبقى سائل الاول علشان يعرف هي بتطلع امتى عشان ما تقعدوش كتير يعني تستنوها. هنلاقوا برده عروض وتخفيضات كبيره هنا دلوقتي طبعا بسبب ان الصيف خلاص خلص، فتبدا بقى اللبس الشتوي يظهر والتخفيضات بقى والتصفيات تنزل في الصيف. بيجامات عامله 200 و250، وعبايات طبعا بدل 400 وبدل كلام تاني. حاجات اي منتجات سيوه وليبيا، شارع اسكندريه بقى مش كبير قوي، يعني هو من المستشفى كده زي من اول ما جينا لحد المحطه احنا ماشيين اهو طريقنا. كل حاجة ما شاء الله موجودة. القطاعات دي فيها عربيات برضو خلوا بالكم، بس طبعا في اشارات برضو. كل حاجة بقى ما شاء الله صيدليات وملابس وكله. زي احنا شايفين هنلاقي حاجات ب110، في حاجات ب50، تصفيات بقى يا جماعة. هذه اخر الشارع اهو، نلاقي الشاشة. مول بدر اشتري ب100 وما تنسيش تاخدي الهدية. محمصات اهو وكل حاجة ما شاء الله. ان شاء الله حاجات هنا والخيرات، اللهم بارك. ده شارع العطارة ما شاء الله بقى مليان عطارة وحاجات زي الخضار والفاكهة، تلاتينات وعشرينات، وحاجات بقى خاصة منتجات بقى البشرة والشعر والكلام ده كله موجودين برضو ما شاء الله. وحاجات بقى يعني الزيوت الهندية اللي عايز مش عارفة ايه، الاصلاح الشعر التالف البشرة مش عارفة ايه، الكلام ده كله موجود. حاجات فيه بحاجة و60، وحاجات ب170، حاجات فيها فيتامين A و B و C و E، يعني حاجات كتيرة ما شاء الله ما شاء الله. الأسعار هنا معقولة، حتى أسعار الخضار يعني فلفل ب30، طماطم ب30، البصل ب20، بطاطس برضو ب30،
البطاطا ب20، التفاح الأخضر ب60، والتاني ب80، يعني الأسعار في المعقول. والبلح ب30 برضه، في جزارة، في كل حاجة ما شاء الله. في بازل بحر اهو، والزعيم بتاع الحليب اخر الشارع ده كده عند صيدلية صالح نكسر شمال، يبقى كده الحليب. في حاجات كمان بقى في الملابس الرجالي اسعارها حلوة جدا برضه، حاجات صيف يعني 85 ومية ومية وعشرين، تيشيرتات وحاجات. ايدي بتاع القماش وحاجات الزراعة، وايدي السوق الخضار اهو ما شاء الله. وعلى اليمين هنا في الزاين بتاع اللبن، يعني ما شاء الله كل حاجة متوفرة. ايدي بوتاجازات وفران صغيرة وسمكمك، اسماك برضو طبعا. دي توسعة الكورنيش هنا في مرسى مطروح، ما شاء الله بقى الأعمال هتبدأ تحصل هنا علشان يتوسع الطريق، يبقى يكفي 3 حارات، ويتعمل كورنيش جديد بدل المتهالك الموجود حاليا. عايز اقول لكم ان الأسعار خلاص بتبقى في المعقول، بداية من شهر 10 كله بيبقى تمام. يعني لو هتاخدوا مثلا تاكسي من عالم الروم لحد شارع اسكندرية هياخد له 20 جنيه، لو هتاخدوا من عالم الروم للأبيض حوالي 150، لكليوباترا حوالي 100 كده. يعني أسعار في الكويسة اللي هو خلاص ما بقتش سياحة، بقى خلاص أسعار رجعت عادية كله تمام. كذلك بالنسبة للشقق ولأي حاجة، وكمان بالنسبة للشقق بتخلصوا وتسيبوا يعني المكان الساعة 10 الصبح.